السلام عليكم. اخوتي انا كنت خدامه في الفارم، اضرب ضيعت الجهد واحد شوية، بزاف. اضرب الجهد واحد شوية باش تخصص. السلام عليكم اخوتي، انا كنت خدامه في الضيعات في الفارم، ولكن المشكل اللي عندي تيطيحني السكر، تيحبسوني من اي فيرمه ومن اي خدمه ومن اي باب تجهتي تيتسد في وجهي. الله يرحم الوالدين اخوتي، الى ما حنوا فيا وعاونوني، رانا ما عنديش امكانيات، ما عندي حتى شي واحد، ما عندي لا ولاد لا منزوجه ما والو، تنعيش غير بوحدي، وما ما عنديش باش نخلص الكرا، ما عندي باش نشري الدواء، ما عندي حتى شي حاجه. الله يرحم ليكم الوالدين ويسهل عليكم ويكون معاكم. شحال باش كاريها كان يا ولدي ب 10000 ريال، وابار بيت؟ الضو والماء، هذا البيت هذا تشوفوا ربي اخوتي، انا قصدتكم ومقصود الله، الا ما شوفوا من حالتي وعاونوني الله يسهل عليكم وكليكم عوين، الله يعاونكم ويرحم لكم الوالدين. الا ما عاونوني انا مريضة، مريضة بهذا القواط، عندي العملية ما لقيتش باش نديرها، ما عندي لا باش نخلص الكرا لا والو، فين ما مشيت نخدم ما تيخليونيش نخدم، على حسب السكر تيطيحني تيطيحني تيلوحني 8 سوايع ديال الغيبوبة. الله يسهل عليكم ويرحم لكم الوالدين، انا راه الله يجازيكم جزاء الخير يعني العائلة ديالك، وعاونوني. العائلة ولدي ما كاينش، ما عنديش عائلة، ما عندي لا ولاد لا عائلة لا والو، يعني الأب ديالك ولا الوالدة ديالك ما كاين حتى حد. واش ماتوا ولا شنو؟ واش ماتوا؟ ميتين ما كاينينش. ودابا فين كتلقاي شي حاجة في رمضان هذا؟ والو عاشي كاينين شو الجيران كاين؟ صافي. ونعم كما كتشاهدوا مشاهدينا قناة شوف تي في، هذا هي البيت اللي كتكتري السيدة ب 500 درهم، ياك ما تلقاش باش نشري لها دواء لا حاجة، والو ما كاينش. كاين شي مرة قاع ما تنفطر، يعني كيفاش كدوزي رمضان هنا بوحدك؟ وشكون كيتسخر ليك؟ شكون كي انا واخا ما فيا ما يتسخر، تنتسخر بلا لا يطري لي، واخا مريضة اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لي شاف فيا وبغى يحن عليا الله يحن عليه ويرحم ليه الوالدين. تعاونوا معايا اخوتي، الله يسهل عليكم ويرحم ليكم الوالدين ويعطيكم الناس تعطيو ويبعد عليكم البلا والباس، راه اللي لقى صحيحتو ما يقولها حتى لشي واحد، راه الصحة هي كل شيء اخوتي. الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليكم. يعني كما كتشوف هذه هي البيت اللي كتكتاري السيدة، فيها الكوزينة فيها الطواليت، يعني كل شيء داخل ديال البيت. كتعيش بوحدها يعني، ما عندها لا ولاد لا راجل حتى واحد اللي يعاونها. كنتمنى تساعدو فاش كتمرضي. شكون اللي كيتعاون معاك؟ شكون كيتدخل معاك؟ عندك جيران هنا؟ كاين جيران؟ انت يتعاون معايا حتى شي واحد، تنبقى ناعسة في بلاصتي حتى تنفيق راسي. يعني كتكون مريضة كتبقي ناعسة في بلاصتك؟ صافي في بلاصتي ما كاينش. ما تلقى الزوج على فلوس الكرا والضو والما، ما بقى يتعاونوا معاك ما كاينش. جا عندك مول الكرا هاد اليوم؟ جا عندك مول الكرا؟ كل يوم هاد الايام؟ لا ما تيجيش عندي، خاصني تنبق عليه انا نعطيهم ليه. يعني ما مزيركش مول الكرا هاد الايام على
قبل فلوس الكرة. مزيرك على قبل فلوس الكرة؟ اه خاصو فلوس كرة هي. وانتي منين تجيبي لي الفلوس؟ وراني عارفة نفكر ما خلصتيش الكرة وجريك خرجي وكنا بقيت خدام بقيت عا خدامة واخا تنخدم غا 4 أيام وخمس أيام وتنجلس 3 أيام 4 أيام وراني فين ما مشيت للمكازا طاح لي السكر قالوا لي حبس واحد المكازا مشيت ليها يلاه بغيت نمشي مع العيالات ندخل قالوا لي طبيب خاصك تحبسي فين ما فين ما مشيتي اين الاتجاه اتجهت لي وين باب قصدتو تتسد علي انا بغيت نخدم ولكن رجع في الله انا السكر محاصرني وهذا المصيبه ديال هذا 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 القواط هذا هاد القرجوط عندي دايرة دايرة ليا هما عندي الوراق ديال هداك الشي كامل كاين وحتى التحاليل ما تلقاش باش نديرهم دايما هابط ليا السكر ديما طايح ليا السكر ديما تنطيح 8 سوايع ديال الكومة أنا والدواء ديال السكر بحال الانسولين منين كيجي؟ تمشي للسبيطار كتاخذي فابو اه ولا اني شي دواء اخر ديال شي حاجه اخرى ما كاينش انت حرقني تنستعمل الدواء ديال الراس بزاف تحرقني راسي يوميا يوميا خاصني نشرب اصبر وراه فين حاطاه هذاك اصبر وهذاك الدواء ديال خطره نكريديه من الفرماسيه خطره نديرو الدواء عندي انا بزاف مع مريضة بزاف ولدي مريضة بزاف ما يكون في العون ما كاينش اللي يعاونها انت تشوف الحال ها الحالة بي ما كاين لا عتيق لا رحيم ولو ما عمرك حاولتي تتواصلي مع الجمعيات ولا لا ما عنديش الجرأة باش انت تشوف لي تنهضر ما تنعرفش نهضر حيت كنت نعيش بوحدي ندير واحد بحال وليت مكتئبة الناس كيسولوا البلاصة هاد البلاصة شنو نعتي ليهم بالضبط السيدة كتكون في أغروض بن سرقاو الناس ديال بن سرقاو يعرفوها أغروض بن سرقاو بالضبط حدا الباركوات حدا الباركوات ما بين تابو حسين تو اتجاه الاخر دان الاخوة اللي بيتعاون معاه السيدة كتكون في اغراض بن سرقاو يعني في حدا الباركوات كما كنشوفوا اللي بيتعاون معاه البلاصة فين كتعيش كما قلت لكم قبيلة بيت فيها كوزينو وطواليت لداخل ديال البيت الطواليت لا لا ميساجينا نيشان اه رسالة أخيرة للناس اللي كيشوفوا فيك رسالة أخيرة للناس اللي كيشوفوا فيك تخطب يوم المحسيني الله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم ويكون منكم الله يرحم الوالدين تعاونوا معايا تعاونوا معايا أخوتي الله يرحم لكم الوالدين في الدعوة الله يسهل عليكم والله يبعد عليكم البلا والباس راني ما عنديش الله غاد لا لي من لا لي سروارو ما كاينش اللي يعاوني ما كاينش اللي يكون بيا الله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم في هاد العواش الله يخلي لكم صحيحاتكم ووليداتكم الله يعطيكم الخير الله يرحم الوالدين وشكرا جزيلا بزاف شكرا اللي تعاون معايا الله يرحم لي الوالدين ويسهل عليه ما صعب الله يرحم الوالدين اخوتي لما شوفوا من حالتي وشوفوا من هاد الظروف اللي رانا عايشة فيها ومن هاد المرض اللي داير بيا ولا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم الوالدين يعني كنتمنى من المشاهدين الكرام تعاونوا مع السيدة حيت كتعيش بوحدها يعني ما عندها لا راجل لا ولاد لا حتى واحد اللي يعاونها ولا يتسخر ليها ولا اي حاجة هي كتسكن بمدينة أكادير بالضبط حي أغروض بن سرقاو
حدا البركوات. هي البيت فاش كتعيش مسكينه.